معانا دلوقتي الشاعر عادل إدريس، فليتفضل. السلام عليكم. تشرف بوجودي في الصالون المحترم للدكتورة سلوى والدكتورة سامي. الدكتورة سامي العفو. ولي الشرف ان اكون قدام حضراتكم. انا شاعر عادل ادريس، شاعر عنده اتحاد الكتاب. انا شاعر على قدي، وقدي مش مكفيني، عشان عايز اشوف قدي ومين يقدر يوازيني. انا ممكن اكون كلمه بتجرح بس بتداوي، انا ممكن اكون واقفه قصاد الظلم والحاوي، وعشان شاعر انا ممكن اكون عين اللي مش غاوي، وعشان شاعر انا شاعر بكل وجيعة طيلاني. ولو شفت اللي يتألم، ولو شفت اللي يتألم تكون قاعدة في جنابي، ولو حسكت اكون ظالم لنفسي حتى لولادي. انا واحد من الناس، انا واحد من الناس، احب النفس اكون هادي، واقول للوجع اسكت، وادعي ربنا الهادي يصلح حالي واحوالي ويديني اللي في مرادي، واقول لساني ما تخافش، واقول الكلمه بتهادي. ده انا شاعر على قدي، وقدي مش مكفيني، وهترجاه واقول وادعي يا رب العمر يكفيني، واشوف في عيون ولاد بلدي امل بكره اللي بحلم بيه، واشوف الزرع في غطانها يوفر لقمه للجعانين، ويفضل نيلها شريان بيجري في دم عطشانين، واشوف بلدي كما بحلم عروسه منوره الدنيا، وبطل زن على الفاضي وارمي الماضي لو كلمه، ولازم اصنع التاريخ واحط لصنعتي بصمه، وانتاجي يلف الكون باسمي ينور الدنيا. ما انا شاعر على قدي، ولكن ليا احلامي، وشايل برضه في قلبي معزه وحب لبلادي. ما انا مصري واحب الارض، واحب اللي يقول بلادي بلادي بلادي.